هذا النجاح يا وليد بجاه الرج تمر بعسكري يرقى لها الجامعة رزان نالت بجتين وتخرجت وحلى نجاح جالها وتخرجت وحلى نجاح جالها الفخر لي والفرح في ذا اليوم زاد يا كم لذ المحضرة جيت قبالها اليوم بنسى كل أيام الشدر وانسى الشقة في التربية بفعالها اليوم صرت معزوتي وقوى عماد مخابي صبري والسهر بليالها مخابي صبري والسهر بليالها ابتدي الأخوان سند ذخر وزناد نعم الأخو شيال الأحمال الثقال رساني زين غير عن كل العباد يا شيخها المتميزة بخصالها زايد بها البسمة طبيعة واعتياد في وصف حسنة ما تجيد اجزالها في وصف حسنة ما تجيد اجزالها نورا وهي فراسي مالي والعتاد يحلى البنات ويا الفريد امثالها جعل الفرح والسعد للغالي نزاد يا جعلهم تاج والعنا وامثالها من حقي يبخر وش ما خب عز الولاد يا ما تخرج يا على من طالها يا ما تخرج يا على من طالها من حقي يبخر وش ما خب عز الولاد يا ما تخرج يا على من طالها مبروك لك هذا النجاح يا وليد بجاه الرج تمر بعسكري يرقى لها الجامعة رزان نالت باجتهاد وتخرجت واحلى نجاح جالها وتخرجت واحلى نجاح جالها الفخر لي والفرح في ذا اليوم زاد يا كم لذ المحضرة جيت قبالها اليوم بنسى كل أيام الشدد وانسى الشقة في التربية بفعالها اليوم صرت معزوتي وقوى عماد مخابي صبري والسهر بليالها مخابي صبري والسهر بليالها ابتدي الأخوان سند ذخر وزناد نعم الأخو شيال الأحمال الثقال رساني زين غير عن كل العباد يا شيخها المتميزة بخصالها زايد بها البسمة طبيعة واعتياد في وصف حسنة ما تجيد اجزالها في وصف حسنة ما تجيد اجزالها نورا وهي فراسي مالي والعتاد يحلى البنات ويا الفريد امثالها جعل الفرح والسعد للغالي نزاد يا جعلهم تاج والعلا وامثالها من حقي يبخر وش ما خيب عز الولاد يا ما تخرج يا على من طالها يا ما تخرج يا على من طالها